وصلنا في اخر نقطه ان لجنه القضاء والتشريع في مجلس الدوله قالت ان احنا مش من حقنا ننظر اي دعوه منظوره قدام القضاء المصري. الحقيقه ان الطالب اللي اقام الدعوه في القضاء المصري قام بالفعل بسحب الدعوه، الا ان لحد الان مجلس الدوله ما استجابش لمقاضي الطالب يعني ومصر على موقفه، وكذلك الوزاره برضه مش معترفه باتحاد طلاب مصر ومش يعني مش هتبت فيه، ما نعرفش ليه، بس يعني واضح جدا من خلال تسلسل الاحداث من بدايه الانتخابات لحد دلوقتي ان في تعنت واضح من الدوله ممثله في وزير التعليم العالي اشرف الشيحي انه يتم تعطيل كيان اتحاد طلاب مصر عن ممارسه صلاحياته. هل ده لان هم فوجئوا بالنتائج؟ الوزاره قالت ان هي مالهاش دعوه بالنتائج، انها ما دخلتش باي شكل في الانتخابات، الا ان ده بيثبت العكس، ان الوزاره القايمه اللي كان مشكوك فيها ان هي تدعمها، ان الوزاره تدعمها، خسرت بالفعل. ما خدتش غير مقعدين بس في مواصل امين مساعد. بعد كده بدانا نتكلم، الوزاره بدات تتكلم عن ان مفيش حاجه اسمها اتحاد طلاب مصر، وان احنا اللائحه الحاليه ما فيهاش حاجه اسمها اتحاد طلاب مصر. لما طبعا ما فيهاش اتحاد طلاب مصر، انت عملت في الانتخابات وعملت فيها لجنه وجبت طلاب يقعدوا 5 ايام ينتخبوا. بعد كده قال اصل احنا مش عارفين احنا عملنا الانتخابات على اي لائحه. ده كان في اجتماع صحيح او التقرير، انا مش عارف التفصيل اللي قاله محمد، ما اعرفش عارف الموضوع ده ولا لا. الوزير بعد اعلان النتائج عمل اجتماع لاتحادات الجامعات مع 3 اعلاميين. عمل اجتماع بينا كلمناه، فبنقول له احنا عايزين دلوقتي نعرف راسنا من رجلينا، الانتخابات تم اجراها على اي لجنه؟ فقال لنا يعني بالمختصر مفيش لائحه معينه، انا خدت من كل لائحه اللي ممكن يمشي الحال. احنا مش عارفين ده مبدا ايه بالظبط يعني، بس هو قال لنا كده. تمام. فاحنا حتى حاليا مش عارفين، احنا ماشيين على حتى في جامعات حاليا في فيها ارتباك، ان في لائحه بتتعامل، في جامعات بتتعامل بلائحه 2007، لائحه بتتعامل بلائحه 2014، وجامعات بتتعامل بلائحه تعديلات 2015. فموضوع مرعب جدا. انا مش عارف هل الوزاره عملت يكون في بعض الربكه في الاجراءات، لان يتم استخدامه بعد كده كمبرر في حال صعود اي حد مش الوزاره مش في حاله. ما علينا، في الاجتماع ده الوزير قال لنا ان انا ماليش اي دخل في الموضوع، وان الشأن بينكم وبين اللجنه الخاصه بالانتخابات، مع ان اللجنه خاضعه لاشراف الوزير ورئيسها نائب وزير التعليم العالي. فانا حلت الموضوع كله في مجلس الدوله في لجنه الفتوى والتشريع، وهيتم الحكم بالظبط انها 6 يناير.